شهور والطلبة محرومين من الدراسة ديالهم، 7 شهور والطلبة محرومين من القراية ديالهم، 7 شهور والطلبة اليوم يمشيو يدوزو الامتحانات ديالهم خارجين للشارع وخارجين في الساحات باش يعبروا على واحد المطلب اللي هو كما كتسمعوا طالب يريد تكوين 7 سنين. على 7 سنين لأنه لا يمكن، حنا كنقولوا لكم أنه لا يمكن تخرجوا بسنين تحيدوا واحد السنة ساعة من التكوين ديالنا وما تعودوا عندناش بلاصه واحده اخرى. الناس خصها تعرف انه هذا القرار ديال تخليص عدد السنوات خرج في 2022 وغيطبق غير على 5 ديال البروموسيون اللي هما السنوات السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه والخامسه، ولكن الناس غيدخلوا ان شاء الله في كليه الطب والصيدله هذا العام يعني في 2024 غيطبق عليهم واحد لاغيفورم جديده. يعني الحكومه براسها كتعترف ان هذا لاغيفورم اللي غيطبق علينا في هاد 5 الافواج هي لاغيفورم اللي غير صالحه ولاغيفورم اللي ماشي متكامله ولاغيفورم اللي ما كتصلحش لينا. حنا كنعاودوا ناكدوا ان بحال اللي كتسمعوا ان طلبه الطب ما خايفينش من السنه البيضاء، بالعكس حنا دايرين اللي علينا باش انهم ما ندوزوش في هذه السنه البيضاء. دائما زعما دائما مفتوحين على الحوار، دائما كنتجاوبوا مع المسؤولين اللي باغيين يمدوا لنا اليد المساعده، ولكن الا كانت زعما كنعاودوا الشعار ديالنا من الاول هو سنه بيضاء ارحم من مستقبل اسود. واليوم هادشي انا كنهضر امانه باش اوتوكي طالبه، ولكن كنهضر اوتوكي مغربيه اللي عندها حلقه وغيرها على هاد البلاد. راه لا يعقل ولا يمكن اننا تخرجونا اطباء اللي غيقيسوا واحد المريض ابخي سيزون ديتود. راه هاد القضيه ما كدارت في حتى شي بلاد، كانت في اليبوك الحروب وحنا الحمد لله ما عندنا حتى شي حرب، الحمد لله بلادنا امنه. علاش ما نخليوش الطلبه يتخرجوا في 7 سنين؟ مطلب 7 سنين زعما هو واحد المطلب اللي هو ساهل، زعما واحد المطلب اللي اصلا دخلنا على ودو وحيدوه علينا. علاش تخليو الطلبه موقفين القرايه ديالهم بوندون 7 شهور على هاد الوغ يمكن لكم تعطيوه لنا؟ تنقسم بها سمحوا لي وانا ولا رجعت لنا بدون الممثلين ديالنا اللي موقوفين ولا اللي مطرودين، لا رجعت لنا بدون المكاتب ديالنا اللي محللين، ولا رجعت لنا بدون واحد البيفي اللي غيكون موقع، ولا رجعت لنا بدون 7 سنين. وشكرا لكم، تحيه. ونرفع شارات الزيرو الناصري، طالبة طب سنة ثالثة بكلية الطب والصيدلة بوجدة. اليوم نحن وزملاؤنا من كافة ربوع المملكة المغربية قطعنا مسافات هذا الوطن باش نوصلوا للعاصمة الرباط أمام قبة البرلمان باش نعبروا في هذه الوقفة وهذه المسيرة الاحتجاجية اللي تعرضت للقمع والتنكيل من طرف المسؤولين، باش نعبروا فيها على الاحتجاج ديالنا وعلى السخط ديالنا وعلى الغضب ديالنا تجاه سياسة الأذان الصماء اللي كتنهجها ضدنا الوزارتين المعنيتين، باش نعبروا على الغضب ديالنا على التملص ديال المسؤولين من هذه المسؤولية اللي كنحملوهم إياها، على هذه الأزمة اللي كيعيشها طلبة الطب والصيدلة اليوم اللي كيدخلوا الشهر الثامن من مقاطعة مفتوحة للدروس النظرية والتدريب الاستشفائية والامتحانات. اليوم شبح السنة البيضاء يلوح بظله على كليتنا، وكنطرحوا احنا كطلبة من المسؤول؟ نحن اليوم والطلبة كيعبروا على هذا الشيء، نحن اليوم نقف هنا لنعبر عن رغبتنا الجادة والمسؤولة في حوار جدي فعلي مع المسؤولين وباش نلقاو حل لهذه الأزمة. ولكن أين المسؤولون؟ والسؤال اللي كنطرحوه اليوم علينا وعليكم، من هو المسؤول على هذه السنة البيضاء؟ وشكون اللي غادي
تكون في الصالح ديال من؟ هضر سنة من الوقت الجامعي ديال طلبة أطباء اللي غدا ستكون صحة المواطنين والمواطنات في يديهم. ونحن أيضا هنا باش نعبروا على التضامن ديالنا المشروط مع الممثلين ديالنا اللي وزعت عليهم أكثر من 35 سنة من الطرود والتوقيفات والمنع من أنهم يلجون أي الجامعات ديالهم. فنحن اليوم كنقولوا المعنيين المسؤولين أن المقاربات القمعية لن تزيد هذا السخط إلا حدة، وأنه طالب واحد يساوي 25,000 طالب، وأننا ما غاديش ندخلوا نقراو حتى يدخلوا معنا الزملاء ديالنا، وحتى يتم الاستجابة بجدية ومسؤولية للمطالب ديالنا والملف الأكاديمي ديالنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.